جاهزين؟ يلا بينا. النهاردة فول مون، النهاردة القمر مكتمل والنفسية ما بتبقاش احسن حاجة خالص بصراحة. انا قررت اعمل حاجة مجنونة، وقررت ان انا اعملها معاكم كالعادة، وهي اني هغير لون شعري. بصراحة زهقانة جدا من لون شعري، وبقالي فترة زهقانة من شعري بشكل عام. هو حرفيا من نص ساعة او من ساعة بالظبط قررت ان انا هغير لون شعري، وانا هسبغه بنفسي لان انا زهقانه جدا، يعني حتى ما عنديش الطاقه ان انا انزل اروح لكوافير. انت متخيلين؟ في نفس الوقت مش عايزه اعمل حاجه اندم عليها بكره، فعايزه اعمل حاجه شكلها حلو وينفع لون اوصل له في البيت، وهو لون الشوكولاته. الشوكولاته يا جماعه طلع موضه جدا، وبصراحه من ساعه ما انا قررت من ساعه ان انا اغير لون شعري للشوكولاته، وانا التايم لاين بتاعي كله على الانستجرام طول ما انا قاعده مش شايفه غير ناس لون شعرها شوكولاته، فحسيت ايه ده، ده كتير جدا في الكوكب. انتوا اللحظه دي، فالمهم لو انتم عندكم نفس اللحظه تعالوا وهوريكم ازاي بقى ايه هنكتشف مع بعض صبغه شعرنا في البيت. انا للي ما يعرفنيش، انا في 2017 انا صبغت شعري كل الالوان اللي ممكن بني ادم يتخيلها، وكنت كلمتكم عن الموضوع ده قبل كده في فيديو. من سنتين صبغت شعري، عملته اشقر شويه كده، وبعد كده السنه اللي فاتت كان شعري فيه هايلايتس وكان شكله لذيذ، ولكن رجعت اللون شعري الطبيعي السنة دي، وده بالمناسبة زيرو صبغة، يعني حتى كل الشعر اللي كان مصبوغ اتقص تقريبا. فأول حاجة كانت خطوة اختيار الدرجة بالظبط، لأن اكتشفت إن لون الشوكولاتة ده فيه درجات كتيرة جدا. استشرتكم صراحة على الانستجرام وقلت لكم إن أنا بفكر أصبغ شعري، وطبعا أغلبيتكم قلتوا لي لأ، وخصوصا صاحبتي وصديقتي الصدوقة بعتت لي هزقتني في الدي إمز حرفيا، ولكن ده يوقفني. قلت لها بصي انا واخده قرار، بلغتكم بقرار النهائي ان انا هصبغ شعري، وطلبت منكم ان انتم تساعدوني في اختيار اللون، وبجد انتم ما ساعدتونيش قوي. فوتس قريبه جدا، يعني قريبه موت، قريبه قوي. وهو ان انا كنت بسالكم اعمله على ورم تون شويه، يعني بني شوكولاته ده يبقى ورم تون شويه، يكون محمر شويه، ولا يكون كول تون او ان هو على رمادي شويه. الاغلبيه صراحه كانت رايحه ناحيه الورم تون، ان انا هعمله فعلا بني شوكولاته اللي هو ورم تون اكتر، وهو دي الدرجه اللي احنا بنستخدمها النهارده. دي درجه 6.34 من جارنيير. اعتقد ان انا شعري هيحتاج علبتين، لان انا طول حياتي دايما كنت بواجه مشكله ان الصبغه تخلص مني وانا لسه خلصت بقيت شعري، فبينتهي الموضوع ان الصبغه مش متوزعه بالتساوي، ودي نقطه لازم تاخدوا بالكم منها كويس جدا، مش لقطه في كل حته نفس الثانيه زي ما فاهمين قصدي، عشان كده جبت بزياده. انا طول شعري يعني علبه بالحركرك، علبتين بالفويد، فانا قلت خلينا احسن في الفويد وبالزياده. بعدين سعر العلبه بيتراوح من 95 ل 125، يعني كان في اماكن كتير اسعار مختلفه، ولكن انا جبتها من اللي هو المكان اللي كان سعره 125، لان هو ده الوحيد اللي كان عنده الدرجه دي اللي هي 6.34. كمان عده للصبغه، كانت في نفس الصيدليه اللي جبت منها دول، كان سعرها 45 جنيه، وعندي هو فازلين ده اللي هو من بيور، علشان نحطه على الاطراف كده فما يكونش بقى ايه في صبغه في اي حته مبهدلين بيها نفسنا. ويلا نستكشف مع بعض ازاي نقدر نصبغ شعرنا في البيت. انا بصراحه عندي احساس كويس ان النتيجه هتطلع حلوه، تمنوا لي الحظ السعيد، ولو التجربه نجحت كملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا، واشجعكم تقوموا تعملوها، ولو ما نجحتش اديكوا اتعصتوا وتعلمتوا، واوعوا تهوموا ناحيه شعرك. يسرى تجارب. اول حاجه بيجي جواها معاها جلاس، ده اعتقد بعد ما نخلص هنحطه زي بلسم. بيجي انبوب الصبغه اللي هو ده، وبيجي دي اللي هو كريم التشقير او اللي هو الديفلوبر او اللي هو بيخلي بقى ان الصبغه تشتغل. المفروض انه 1 تو 1، يعني بحط دي كلها على دي كلها، فاكتش انا معايا علبتين، يعني هحط انبوبتين على علبتين اللي هو تدرج اللون بيقول لكم. فانا حاسه ان انا شعري في حته ما بين ده وما بين ده، يعني هو ايه في النص، فالمفروض النتيجه هتطلع لنا ما بين دي وما بين دي، وان شاء الله خير. يعني الارشادات بتكون جوه، فاقطعوها كده كلها هتلاقوها جوه. اهم حاجه يكون الوعاء غير معدني، دي حاجه مهمه، ما تستخدموش اي حاجه معدن مع الصبغه عشان بتتفاعل معاها، فعشان كده هاتوا طقم زي كده. كل البلاستيك ده كان سعره تقريبا 40 جنيه او 45 جنيه، وتقدروا طبعا تستخدموه كذا مره. بس في نقطه مهمه جدا جدا جدا، ودي لما دورت لقيت ان كل الناس بتنصح بيها، ودي كي مهمه قوي في الصبغه، وهي ان احنا ما نصبغش شعرنا على شعر مغسول. انا شعري دلوقتي، انا النهارده كان الووش داي، ده كان انسب يوم بجد ان انا الحمد لله اصبغ فيه شعري،
يعني يا رب ما ندمش على اخر فيديو على الجمله دي، ولكن لان شعري النهارده المفروض ان انا كنت استحمه واغسله لان بقاله 3 ايام مش مغسول، وهو دي البيئه المناسبه جدا لصباغه الشعر. وطبعا اختبار الحساسيه، بس انا طبعا مش محتاجه اعمله لان انا الصبغه دي استخدمتها قبل كده من كذا سنه، فعارفه اوريدي ان انا تمام اوكي معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. لايك للفيديو ده، سبسكرايب في القناه لو انتم مش مشتركين، ولو على الفيسبوك ما تنسوش ان انتم تعملوا فولو للصفحه، ويلا بينا على الجريمه. البسوا اوحش، بصوا اوحش حاجه عندكم علشان غالبا التيشيرت ده هيتبهدل. استعنى على الشقه بالله، كل لحظه بقرب من صبغه الشعر بحس ان انا محتاجه افكر تاني. ان شاء الله خير. اوكي يا جماعه، حاسه ان الكميه هتبقى كتيره على شعري. لو شعر قصير محتاج انبوب واحد، ولو شعر متوسط بيحتاج اتنين، ولو شعر طويل بيحتاج تلاتة. الصبغة لازم تكون كافية ووافية علشان يكون اللون متوزع كويس جدا وبالتساوي كده. حطيت اول واحدة، ان شاء الله ربنا يجعل فيكي الشفاء ان شاء الله. اغلس حاجة بقى انكم توصلوا لاخر حاجة جوه الانبولة كده. هاخد الاتنين دول، يا جمالو يا جمالو، يا رب ما ندم على هذا القرار المتسرع. قبل ما نقلب الصبغه اوريكم لون شعري بالكامل من كل الاتجاهات. شوف هو بني غامق قوي، يعني هو مش اسود، عشان ايه اقدر افيدكم على قد ما اقدر. العبوه دي جاي فيها 3 فرش، فاعتقد دي بتاعه التوزيع، ودي بتاعه مثلا ان انا افرق او كده واوزع من كده حساها، ودي ممكن نقلب بيها. ليه مش عايزه اوزع باللي هقلب بيها؟ علشان لو دخل جواها بقايا لون من غير مسحوق، يعني فاهمين قصدي، انه ما يكونش متجانس على الفرشه، فهقلب بحاجه واوزع بحاجه. حاجه ثانيه مهمه جدا، انا المعلومه دي عارفاها من ما كنت بشقر شعري بقى وبصبغه وكده، او اكتر كمان من 3 سنين، من 6 سنين، يا لهوي ده العمر بيجري. انه بلاش تشطحوا في الصبغه، خصوصا لو مش هتعملوا تشقير. يعني ايه؟ في رقم بيبقى هنا اللي هو 6 بوينت مش عارفه ايه. انا لون شعري تقريبا في اللي هي في الاربعات، اللي هو بني غامق في الحدود دي، مش اسود. المهم لما تيجوا تصبغوا شعركم تاخدوا درجتين لثلاثه ماكسيمم في الارقام، اعلى منكم، لان اكتر من كده هيقلب لون تاني تماما بقى، بيقلب بقى اورانج بقى وبيقلب ذهبي وحاجات كده غريبه. فعلشان كده الناس بقى اللي عايزه تشقر وتفتح بالصبغه بدون تشقير، هتقعد تدريجيا تطلع الوان، فاهمين قصدي؟ يعني كل مثلا اسبوعين كده تقوم مديه لنفسها كده ايه درجتين اعلى وهكذا. ما تجيش فجاه مثلا، انا مثلا درجه شعري 4 واجي فجاه اقوم حاطه له 8 اللي هو بقى الاشقرات وكده، بصوا هيطلع لون زباله، مش هيطلع اللي انتوا عايزينه، هيطلع حاجه بقى وانتوا نيتكم. استخدم دول بس مش هخليهم يجوا على الصبغه لان دول معدن. انا هبتدي من تحت ولا ابتدي من فوق؟ سؤال مهم. احنا ممكن نبتدي من فوق ولا من تحت؟ نبتدي من فوق علشان لو جت خلصت تبقى خلصت في اللي تحت. من فوق، وبسم الله الرحمن الرحيم. هاخد الفازلين وهاخد فرشه كده زي فاونديشن تكون نظيفه، وهوزع الفازلين ده على تحت الهير لاين بتاعي كده علشان ايه اتجنب اي مناظر سيئه ممكن تحصل، علشان ايه ما اصبغش الجلد بتاعي. هو حتى يعني لو جت صبغه على الجلد بالكتير قوي هيقعد 3 4 ايام ويروح، بس انا الصراحه يعني ايه مش عايزه العب في السيلف ستيم بتاعي النهارده، يعني عايزه شكلي يكون حلو. النهارده فول مون ومش طايقه نفسي، هاخد بقى الفرشه الكبيره وبسم الله هبتدي اخد اللون كده واوزعه في البريسلز بتاعتها كويس. من الرحيم اخد خنزير كده اوزع، هما قايلين دايما ابتدوا من عند الروتس، بس بصوا انا مش هدخل جوه قوي علشان ما اصبغش فروه راسي، لان بجد المنظر ده بيكون وحش قوي. زي ما احنا حطينا فازلين عشان مش عايزين نصبغ قرتنا، برده مش عايزين نصبغ فروه راسنا لو فاهمين قصدي. طبعا لو في كوافير بيتفرج على الفيديو ده، فاللي انا بعمله ده طبعا بالنسبه له ده فيلم رعب، بس ان شاء الله انا مصفيه نيتي وان شاء الله ربنا يكرمني. بسم الله. قررت اعمل حاجه، اعمل لكم ستوري على الانستجرام واقول لكم ان خلاص الموضوع بيحصل، علشان ايه اللي لسه بيفكر يقول رايه يحاول يخلي ان الموضوع اللي هو تفصلح. يعني حاولوا تحبوني شويه يا جماعه. حاسه ان انا كده صبغت الروتس في الحته دي في الربع الاولاني ده، ندخل بقى على الربع الثاني. كل ده انا شغاله بس على الروتس، لسه ما نزلتش بقى على الشعر من تحت. ان احنا ممكن ايوه نستخدم الظهر كده
احنا نقسم الشعر. يس حلوه الفكره دي. بحب كيوسه وانتي بتفكري. متاكدوا ان انتوا صبغتوا من ناحيتين، يعني لما تاخدوا خصله تصبغوها من فوق ومن تحت، من فوق ومن تحت. هروح بقى اصبغ الروتس اللي ورا، وبعد كده هاجي نوزعه على بقيه الشعر مع بعض وباخر حته دي. وقلت اوريكم بقى التكنيك اللي وصلت له ده، خطير. انا فهمت هما ليه عاملين الجزء اللي فيه مشط ده. بصوا بقى، باخد الجزء اللي هعمله وبعد كده باخد الصبغه كده وبحطها كده على الشعر كده. اوكي، وبعد كده بقوم واخده الجزء اللي هو فيه الفرشه او المشط ده وبوزعه كده، بسرحه كذا مره من فوق لتحت. وبعد كده ايه، بقوم موزعاه تاني كده اللي طلع عشان اتاكد ان اللون، بصوا، دخل في الشعريه من كل حته وبالراحه، يعني عشان ما تقطعوش شعركم بالراحه خالص. ان الحته دي مثلا كنت ناسياها كده، فبحدد بقى الهير لاين بتاعي كده، خصوصا السوالف ما ننساهاش. هوزع كده بقى بايدي واحده، بصراحه كانت هتبقى قليله جدا. وهاخد حاجه بسيطه من اللي متبقي كده على حواجبي، علشان ايه لو هي فتحت يكون حواجبي تقريبا نفس اللون، ما يكونش شبه كلاوي وان العلبه خلصت مني. انا عايزك تروق كده وتهدى، ما عرفناش معاك لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين، احنا هنا في سله واحده فما فيش اي وقت حد ينط من السله دي دلوقتي. كده بعد ما وزعت كل حاجه اقلع الجلافز بتاعتي. بصوا بقى الفازلين اللي احنا حطيناه، هي دي مستو، اول ما بمسح بيروح على طول. هنظبط كده ايه الهير لاين. انا نسيت احط فازلين على وداني، انا غبيه جدا، مع اني كنت فاكره اني احط ونسيت. كده نكون حددنا الهير لاين من 25 ل 35 دقيقه، وهاجي اوريكم برده شكلها يبقى عامل ازاي لو فيها اي حاجه اتغيرت قبل ما اغسلها. وش مي لك، وتمنوا لي حظ سعيد جدا لاني محتاجاه دلوقتي. ترى كده عدى 35 دقيقه بالظبط، فمحتاجه ان انا اقوم اغسله. وبصراحه حواجبي انا مسحتها بعديها بخمس دقائق لان حسيت ان هي ابتدت تحرقني، فاول ما مسحتها حسيت ان هي ادت ضي اصلا كده بني، افتحت شويه. برده دلوقتي لما اظبطها وكده هيكون اللون واضح اكتر، بس حاسه ان هي كده اهو ده تمام، مش عايز افتحها اكتر من كده عشان ما تكونش شكلها غريب او كده. فين اللون ابتدى ان هو يبان قوي، فحاسه ان هو ده وقت غسيل الشعر، خصوصا ان الصبغه ابتدت تتحول لفوم كده، فاعتقد ان هي كده ده معناه ان هي جاهزه ان احنا ايه نغسلها خلاص. بصوا اللون طلع خلاص اهو، لون الشوكولاته شايفين بقى في ايدي، حاسه ان هي كده تمام وجاهزه للغسيل. انا هستخدم الاولا بلاكس، هستخدم رقم 4 الشامبو ورقم 5 الكونديشنر علشان اغسل شعري كويس وارطبه. جاهزين؟ يلا بينا. اوكي يا جماعه، اللون طبعا ما انا شفتش شايفه مش باين، بس الضي البني الشوكولاته ده باين. بس انا قلقانه من حاجه، خايفه الروتس تطلع افتح من تحت، فخلونا نشوفه دلوقتي. بس الاول خلوني ايه، بما ان النهارده يوم 14 في الشهر الهجري، فده معناه ان القمر مكتمل، فده افضل يوم ان احنا نقص فيه شعرنا، فخلوني هظبط القصه واقص الاطراف برده. هقفلها بالنص، اوريدي شايفين متدرجه ازاي، فانا همشي على نفس التدريجه بس هقصرها اكتر شويه. اللون يا جماعه تحفه تحفه. بصوا مش عارفه باين معاكم على الكاميرا ولا لا، بس هنا باين وانا بقص شعري والشمس جايه من ورا كده والاضاءه، لا شوكولاته. انا ما كنتش متخيله ان هو هيفتح قوي كده، انا خايفه بصراحه لما نشفه الاقيه فتح قوي. بجمع الشعر كله عشان اقص الاطراف، دايما بتسالوني على الانستجرام ازاي بقص اطراف شعري، واسحبه كده وبس. دول بس كده ايه اللي هقصه. بسم الله، سموا الله دايما قبل ما تقصوا شعرك يا جماعه. بسم الله. بيت انا مش قادره اتخيل انا وفرت كام النهارده بالكل اللي انا عملته في البيت ده. لو كنت رحت لاي كوافير عملهولي، وغالبا الكوافير ما كانش هيرضى يصبغ لي شعري من غير ما يشقره، عمله في البيت عشان انا اصلا مش عايزه ادمر شعري، ومش عايزه برضو ايه ابعد كتير قوي عن اللون بتاعي. بسم الله. نيجي بقى ننشف شعرنا ونشوف النتيجة عاملة ازاي. بصراحة يا جماعة كل شوية اللون عمال يفتح، عشان كل ما بينشف كل ما بيبان اللون، بجد متحمسة موت موت دلوقتي. بصراحة مش هحط أي حاجة على شعري علشان نشوف اللون بالظبط، عشان ساعات الزيوت أو الهيت بروتكتور بيغمق الشعر، فعشان نشوف اللون بالظبط وهستخدم
الفرشة علشان انشف شعري. ويلا بينا. اوكي يا جماعه، انا لسه مخلصه شعري ولسه حتى ما فكيتوش، وفرح في الخفيه اتفرج على الكرتون، فانا اسفه على الدوشه دي، ولكن انا حاسه ان هو مش باين على الكاميرا هو قد ايه افتح. فخلوني دلوقتي هعمل له الصن تيست في الشمس هتعمل ازاي. بس هو يا جماعه فتح قوي، هو بجد الكاميرا ظلماه، ف والشاين اللي فيه بصراحه خطيره خطيره. حاسه ان انا مبسوطه بصراحه، لان انا كنت خايفه جدا ان هو يقلش، بس حاسه انه بيرفكت. وحتى القصه الحمد لله القصه ظابطه، فالنهارده حاسه ان هو كان يوم سعدي وهنايا في اللي انا عملته في شعري. يلا بينا على الشمس. اوكي يا جماعه، انا قلت اخليكم معايا وانا بتحرك في ارجاء المنزل عشان تشوفوه في الاضاءات المختلفه. او ماي جاد يا جماعه، ايه الحلاوه دي؟ بصوا استنوا، شايفين لونه؟ يا رب يكون واضح معاكم قد ايه اللون خطير. بيرفكشن والله العظيم. استنوا كده احط الكاميرا هنا، مش عارفه باين ولا ايه. ياس كده باين قوي اللون. او ماي جاد، شوفوا اللون يا جماعه، شوفوا اللذاذه، شوفوا لي اللذاذه والجمدان. بصوا بجد اللون احلى من احلى كوافير. بصوا عايزاكم تدوني بوسه ونجمه في الكومنتس تحت على اللون الخطير ده. خلوني برضو ايه امشي معاكم اكتر فتشوفوه في لايتس اكتر. بصراحه يا جماعه انا مبسوطه بيه جدا، فاللي هو شعري بني. ف يس هنا باين قوي ان هو شوكليت. يس بجد تحفه بجد يا جماعه، مبسوطه جدا ان انا اللي عملته. يعني حاسه لو كنت رحت عملته في كوافير ما كنتش هبقى مبسوطه بيه كده، على قد ما انا اللي هو كده واتبسطت الصراحه ديورنج البروسيس وكده، وحسيت ان انا مدلع نفسي، وكان مي تايم لطيفه ورخيصه. 305 بالدليفري يا جماعه، 305. فاكتبوا لي تحت حبيتوا اللون ولا لا، واكتر حاجه عجباني ان اللون من اول الشعر لاخر الشعره نفس الدرجه بالظبط. فالابلكيشن بتاعتي بصراحه بيرفكت. وبصوا الروتس ما اتصبغتش بشكل اللي هو يقرف او كده بسبب الفازلين، فدي هاك مهمه جدا فعلا نفعت. وحاسه ان اللون مسك في شعري كويس جدا، ليه علاقه بان انا ما كنتش غاسله شعري من 3 ايام زي ما قلت لكم. فيس ده كان كل حاجه الفيديو النهارده وصبغه النهارده والترانسفورميشن. وبصراحه يا جماعه حاسه ان انا جوايا طاقه مختلفه فعلا، اللعب في الشعر بيغير المود تماما. فهستنى رايكم تحت في الكومنتس، لان انتوا عارفين ان رايكم بيفرق دايما جدا معايا. وشكرا لكل الناس اللي شجعتني على الانستجرام وقالت لي يس اعمليها يسرا، لان بجد من غير التشجيع ده حاسه ان الحته دي جوايا كانت هتموت. ومبسوطه بالريزلت اللي انا وصلت لها دلوقتي، ف وين وين سيتويشن. لحد الفيديو الجاي هتوحشوني جدا، وشكرا جدا جدا ليكم انكم هنا. ايه اللذاذه دي؟ ايه اللذاذه دي؟